كريبتون الروسي دمر الدفاعات الأوكرانية ويهدد بمحو أسطول الناتو. في خضم الحرب الباردة التي دارت رحاها بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا وحلفائها عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، كان كل معسكر منها يطور سلاحاً فتاكاً، فيعمل المعسكر الآخر على تطوير سلاح ردع يجابهه. وعلى هذا النحو ومثله تفنن كل منهم بتصنيع أخطر الأسلحة، فذاك يتميز بسرعته، وآخر بهندسته، وآخر بحجمه أو بقدرته التدميرية وما إلى ذلك. الصاروخ الروسي كريبتون أو 31 إكس هو بحسب التعريف الروسي KH-31، هو واحد من جعبة الصواريخ الروسية التكتيكية، صاروخ متعدد الأغراض والمهام، ذكي ودقيق وفرط صوتي، ويمكنه اصطياد الأهداف البرية والبحرية والجوية على حد سواء. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مزايا وقدرات الصاروخ الروسي كريبتون. القدرات القتالية لصاروخ كريبتون. صاروخ X-31 مخصص للإطلاق من الطائرات الحربية، وللإجابة عن سؤالكم أي من الطائرات الروسية تتسلح به، يمكن القول بأن كريبتون على خلاف أسلافه متوافق مع كل الطائرات الحربية الروسية، حيث يمكن إطلاقه من أقدم طائرة في الخدمة الحالية Su-17 وحتى أحدث المقاتلات Su-57 وMiG-35 تجاه الأهداف البرية والبحرية والجوية. يحمل كريبتون رأساً حربياً يبلغ وزنه 185 كيلوغراماً، منها 94 كيلوغراماً من المواد المتفجرة المقولبة أو المشكلة، أي أن الحشوة المتفجرة موزعة داخل رأس الصاروخ، تنفجر بالتالي بفارق زمني يبلغ 0.02 ملي ثانية، وتوزيعها يكون بشكل هندسي، يوجه ضغط الانفجار باتجاه محدد وليس بشكل عشوائي. والغاية من هذه الهندسة جعل الرأس الحربي خارقاً للتحصينات، وبالفعل نفذ انفجار الصاروخ من خرسانة إسمنتية بعرض 7 أمتار، ونجح في النفاذ من خرسانة مسلحة بعرض 4.8 متر، ونفذ انفجاره من 130 سنتيمتر من الفولاذ. وبالأصل فإن تطوير هذا الصاروخ كان بغرض ضرب السفن الحربية وحاملات الطائرات وخرقها من أعلاها لأدناها، على عكس صواريخ جو بحر التي تنفجر بالتصادم في أعلى السفينة. كما أن السوفيات عندما وضعوا تصميم كريبتون كانوا يريدون من خلاله أن يضمنوا اختراق صواريخهم لهناكر وحظائر الطائرات في مطارات الأعداء وقواعدهم العسكرية. أنظمة التوجيه والاستهداف. رأس صاروخ كريبتون مزود بباحث مضاد للإشعاع والرادارات، يغلق على هدفه بواسطة نظامي بحث. الأول نظام بحث بواسطة 7 مقاييس للتدخل الموجي Interferometer، والثاني نظام الإغلاق على الهدف بالرؤية بواسطة كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، مهمتها تدقيق مطابقة وتصحيح الهدف من قبل النظام الأول. وكلا النظامين يتميزان بدقة متناهية، حيث لا تتجاوز نسبة الخطأ في أي منهما 3 أمتار، مما يعني أن فرضية النجاة من صاروخ كريبتون مستحيلة. المحرك وأنظمة الدفع. يعمل الصاروخ الروسي بواسطة زوج محركات، الأول يعمل بالوقود الصلب ويدفع الصاروخ نحو هدفه بسرعة تصل إلى 1.8، أي ما يعادل 2000 كيلومتر في الساعة، ثم ينفصل، وأثناء عملية الانفصال عن جسم الصاروخ يقوم بترك 4 فتحات لدخول ومرور الهواء عبر هيكل الصاروخ إلى المحرك الثاني، ولتوفير ديناميكية وانسيابية في تحليقه تقلل من احتكاك الصاروخ بالهواء وتقلل تأثره بالظروف المناخية. أما المحرك الثاني فيعمل بالوقود السائل الكيروسين، ويرفع سرعة الصاروخ من 1.8 ماخ لتصل إلى 4 ماخ، أي ما يعادل 4500 كيلومتر في الساعة، ولولا أن جزءاً من طاقة المحرك الثاني تستهلك في تحريك الأجنحة الأربعة المحيطة بالصاروخ
لتجاوزت سرعته هذا الرقم وأصبح صاروخاً فرط صوتي. وبفضل هذا التناغم بين هندسة التصميم البسيط وعمل المحركات، فقد بلغ نطاق عمل الصاروخ 110 كيلومترات، بينما يوجد نسخة أخرى من الصاروخ تعرف باسم KA-31D يصل مدى الصاروخ فيها إلى 165 كيلومتراً، أي بمقدوره تدمير منظومات الدفاع الجوي متوسطة وقصيرة المدى قبل أن تتمكن من تتبعه أو ردعه، حتى قبل أن تتمكن تلك المنظومات من رصد الطائرة التي تحمله. المواصفات العامة لصاروخ كريبتون. يبلغ طول صاروخ كريبتون 4.7 متر، ويبلغ قطره 36 سنتيمتراً، أما وزنه فيبلغ 600 كيلوغرام، من ضمنها طبعاً وزن الرأس الحربي. وكما ذكرنا في مطلع الفيديو، فإن صاروخ كريبتون هو صاروخ جو سطح يمكنه التعامل مع الأهداف البرية والبحرية أيًا كانت أنواعها، وتختلف إصداراته الثمانية فيما بينها بنوع ووزن الصاروخ الرأس حربي من حيث المعدن المستخدم والمواد المتفجرة فقط. أما آخر نسخة منه والتي تحمل اسم KH-31BDA فيمكنها التعامل مع الطائرات العسكرية الضخمة والتي لا تتجاوز سرعتها أكثر من 1.4 ماخ، والمقصود هنا القاذفات الاستراتيجية وطائرات النقل العسكرية وطائرات الإنذار المبكر إيواكس، حتى أن وزارة الدفاع الروسية في عام 2003 عندما أعلنت عن هذه النسخة قالت إن طائرات الإنذار المبكر الأمريكية والأوروبية لن تكون آمنة في الأجواء بعد هذا اليوم. التاريخ التشغيلي. من جديد، لمع نجم صاروخ كريبتون على خلفية المعارك الدائرة في أوكرانيا عندما تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية، ويعتقد أنها من طراز S-125 من إسقاط 5 مقاتلات روسية من طراز Su-24 في 8 مايو أيار الفائت خلال عدة ساعات فقط، لتقلع بعدها زوج من مقاتلات Su-30SM تابعة لأسطول البحر الأسود، والتي حلقت على ارتفاع 12,000 متر واستهدفت بواسطة صاروخ كريبتون منصات دفاع جوي من طراز S-125 وS-200 ومنظومات بانتسر في إقليم خيرسون، الضربة التي وصفها الإعلام الأوكراني بالانتقامية كرد من الروس على خسائرهم الفادحة. بدأ مشروع كريبتون في العام 1985 ودخل الخدمة في عام 1987، ومنذ ذلك الحين إلى اليوم شارك في عشرات الحروب في الشيشان وأفغانستان وجورجيا وسوريا واليمن وليبيا وغيرها. وخارج روسيا يخدم X-31 في سلاح الجوية للعديد من الجيوش في مقدمتها الهند والصين، اللتان تستخدمانه كتسليح أساسي في الطائرات المقاتلة متعددة المهام، يليهما الجزائر ومصر، وفي كل من إندونيسيا وماليزيا وفنزويلا وفيتنام واليمن. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لصاروخ كريبتون الروسي؟ وهل تعتقد أنه بالفعل قادر على اصطياد طائرات إيواكس الأمريكية وتهديد وجود أسطول الناتو؟